المهم لازم نقول لكم شوي لا شوي من التعذيب اللي كان يجري علينا. احنا ما خالقش يحط من كرامة الإنسان ما قال لنا وعدل لنا وطبق علينا من قبلية ومن عزلة ومن حقرة ومن كيب النار ومن قليع السنين ومن قليع اللحم من أرواقيش حيين ومن قتيلهم ومن قدي النار فيهم على صحة الأبدان ومن أعلى هرم تجمر واحد من اللجنة التنفيذية وقائد ناحية وواقف على هذا والأطم قاع والأدهى على أنه مولي ياسر من هذو الجلادة الكبار جهوا للمقرب. أنا بعد أكبر حد جلدني وعذبني وتكرفص علي وظلمني وكنت خدام معاه ذا هو هون في المغرب قايد ناحيتي وذا هو هون بفيلاته وبدنيته وباخرته وأنا مزروق حدني عدلت كارنا وتوف وعاد نعرف عني بكارنتي والكنترول ما يحبسني وهذا تعذيب أخر. أنا بالنسبة لي تعذيب أخر لأني أنا رقاج ونحس وبقلبي وبدمي وولد خيمة أصلا في هذا المجتمع اللي في جنوب المغرب خيمة عندها صيتين قال لها الخرشي يعرفها القاصي والداني ولا يليق بي هذا الحقيقة ونحس به ويألمني. اليوم احنا اللي جابنا هون ولقانا مع هذو الناس مشكورين بعد على كل حال لا شكر على واجب قاح من أجل أعلننا نسلط الضوء على تعذيبنا ومن أجل نشره وهذه بداية باش نواصل مشوارنا ونكشفه ونكثفه من فضح جرائم هذه الشرذمة اللي سلطها مولانا على أهل الصحراء وعلى المنطقة كاملة وعلى المغرب العربي وخسرت مسيرته هذه الشرذمة اللي عذبت وكتلت وكالت حيوان الناس وكالت وكتلت العليات وكتلت الرجال والتركة الصقار ولا خلات شي محالي ما عدلتوه.